إنه أشحن طاقتي إيجابياً كل فترة والتانية شيء مهم جداً، خاصة طاقة المكان اللي أنا موجود فيه، وصار عند الغالبية معرفة واطلاع على تأثير طاقة المكان يلي منكون متواجدين فيه على مزاجنا وسير مهامنا اليومية، فأما تكون إيجابية أو سلبية بتنعكس على جودة حياتنا. منقول بمجرد ما فتت على البيت عن جد حسيت شيء غم على قلبي أو العكس، يعني أو العكس عن جد شرح قلبي مزبوط عن جد. في أوقات بتلاقي الناس لا حدا حكاك شيء ولا صار معك أي موقف، بس أنت مالك مرتاح عن جد. فهلأ نحن وبفترة الأعياد والعطل أكيد منحب أنه نحيط أنفسنا بطاقة إيجابية تماماً، فكيف ممكن نحقق هذا الشيء؟ كل التفاصيل رح نعرفها من ضيفتنا راما الدنيا الخبيرة بعلم الطاقة. مساء الخير راما، كل عام وانت بخير. يا هلا، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير راما، اهلا وسهلا فيكي. يعني لكل مناسبة في إلى طاقة، سبحان الله، يعني خاصة مناسبات رمضان والأعياد طاقتهم الروحانية عالية. بداية كيف فيني أنا أغير كم شغلة ببيتي بالعيد وجيب طاقة إيجابية؟ حلو كتير. هلأ أي مظهر من مظاهر الاحتفال، أي شيء نحن بنعمله من شان هذا الحدث، نحن بنكون عم نعلن طاقياً وكونياً نحن بنستقبل طاقات هذا العيد اللي جاي بكل ما يحمله. فأي مظهر لو كانت زينة بسيطة، لو كان مثلاً هيك يعني هدول الشغلات الملونة اللي منحطها، وأكثر شيء نحن الأطفال بيحسسونا بالعيد، فأنا بحب نسلمهم هاي المهمة لأنه نواياهم رح تعكس، طاقة فرحهم رح تعكس. فأنا بسلم لأولادي مثلاً موضوع تزيين البيت، يعملوا شغلات يدوية بإيدهم، عرفت؟ هاي الشغلات كلياتها لما أنا بحضر لطاقة العيد كأني أعمل له أنه أنا بستقبل خيراتك أو بركاتك كلياتها. طب كنا ذكرنا أنه في أماكن بتروحي لها عند أشخاص مثلاً بتلاقي هيك مثل ما نقول هيك غم على قلبك، أو بتحسي أنه أنت مالك مرتاحة، تروحي تاني مرة نفس الشعور بضل بيرافقك. يمكن هذا الشخص يعني ما له ذنب، يعني أنا ما بكون قصدي أني أنا أعطيكي طاقة سلبية، بس صحيح. للأسف لما عم تيجي لعندي يمكن عم بتحسي بهي الهالة السلبية. شو بيقدر هون يعمل الشخص لحتى بيتخلص من الطاقة السلبية وأنه يقدر يكون هو مصدر بالعكس لطاقة إيجابية يوزعها للي حواليه؟ صحيح. هلا هو فعلا ممكن ما يكون الشخص هو نفسه طاقته السلبية، ممكن يكون بيته بسبب مشاكل صارت بهالبيت، أي شيء أي نشاط بصير بأي فراغ مكاني بتعلق الطاقة فيه وبتضل لفترة منيحة، وبعدين بتروح شوي شوي على الزوايا والزوايا بتبلش تصير تعكسها بشكل دوري. فهذا الشيء بيعمل جهد واستنزاف، والشخص وهو قاعد بلاقي حاله عم يتضايق معصب ما نوم أريحياته كلياتها. غير انه اوقات تركيب طاقة المكان او تركيبة البناية في بعلوم طاقة المكان، في مثلا اشكال الباب، شكل الشباك، اتجاه البيت، مرور بعض التقاطعات المائية تحت او فوق البيت، قديش الشمس بتفوت على البيت يمكن. ايه تماما. فبيقولوا هن كلمة الأدامة، دائما بنرجع للأدامة، بيقولوا وجوه وعتاب. فهي الكلمة فعلا بما معناه انه قديش هذا البيت قادر انه صاحبه فعلا يفرغه من الطاقة السلبية. بكيف؟ بشغلات كتير بسيطة مثل البخور. البخور طبعا النظامي، مش البخور النظامي، انه فعلا الشخص يشعل بخور ويترك البخور يغبق تماما بالبيت، وبعد شي ربع ساعة يفتح الشباك شوي ليحمل كل هاي الطاقة لبرا البيت. حلو كتير. فهي شيء فورا باللحظة رح تشعروا بالأريحية. في عندنا كمان تبخير الزيوت العطرية كمان لنطفي طاقة، يعني نحن مو بس فرغنا طاقة، نحن عطينا طاقة جديدة للمكان. وبقى كل زيت عطري له كل زيت عطري له استخدام، إن كان لافندر إن كان ياسمين. لافندر كتير رائع، زيت ممتاز. البرتقان، زيت الياسمين، مثلا بالنسبة لغرف النوم زيت الورد الجوري، هيك الخزامة كمان كتير حلوة. طيب في كتير عالم فعلا بيدرسوا لما بدهم ينشئوا بناية أو فيلا أو قصص تانية، في تحتها مثل ما قلتي مصادر مائية ولا لا، في زوايا أخذين جهة القبلة، أخذين جهة الشرق الشمال، هذا كله يؤخذ بعين الاعتبار مشان مسارات الطاقة لما تفوت على الغرف وتطلع منها. طيب في شيء معين ممكن نحن نعمله بالعيد تحديدا لندخل طاقة إيجابية؟ كتير بتلاقي بيوت بالعيد فوضوية، يعني ضيف جاي ضيف طالع، مزبوط بين كل حدا بيفوت على الغرفة وبيطلع بيترك طاقته وبيمشي، بتحسي انه صار في بالبيت طاقه سلبيه، ولو الضيف راح تنتين الظهر بس انا صرت 9 المساء ولسه هذا المكان بده تنظيف طاقه مثلا. صحيح، لانه كل شخص بيترك شيء من جسده الاثيري بنسميه او جسده الطاقي باي مكان بيكون فيه، وحسب نوع الانفعال. فالطاقه دائما الانفعالات قويه، وخاصه جمعات العيله اللي هي كثير حلوه، بس بنفس الوقت بتتقل بطاقه المكان وبتعمل روابط كثير طاقيه ثقيله. اوقات لانه العيد كثير شيء حلو منتظر، فع
اي شيء له مثل ما بيقول بياخذ اكستريم معين او بياخذ حد معين حياخذ الحد المقابل. فاوقات بتصير على قد ما في جماعات العيد في خناقات العيد في خناقات العيد فهي الامور كلياتها فعلا لازم الشخص مثل ما قلنا يحاول قدر الامكان مثلا ينظف طاقه المكان يهوي يحاول اي شخص كان قاعد بمكان ما يجي يقعد بمكانه كمان هي شغله. طيب الملح الملح بالزوايا شو فينا نمسح فورا بملح ومي وملح كمان نحط دائما مثلا نخلي السطل بدنا نمسح فيه يكون في 80% يعني مثل ميه البحر الملوحه هي 80% حتى نقدر فعلا دغري ننظف طاقه المكان. فينا نمسح بخل كمان اذا حسينا فعلا انه طاقه الاشخاص ما كانت كثير داعمه تمام. طيب في شغله شفتها لاحظتها عند كثير اشخاص بقابلهم، تلاقي حدا عنده يا بحط ببيته حجر نوع احجار معينه بتقول لك هذا الحجر اللي بيكون بيناسبني بيناسب شخصيتي ما بعرف شو، او حدا عم يلبس خواتم، حدا عم يلبس اساور، في انواع احجار معينه وهن مقتنعين انه انا هذا الحجر اذا لبسته فهو حيعطيني طاقه سلبيه، اذا حطيته بهذا المكان فهو في هيك شيء فعلا؟ يعني انا صراحه طبعا. بحس انه انت عن جد عم تحكي يعني كنت تحسي انه طاقتك تحسنت، قال انه ايه انا مقتنعه بهذا الشيء، فهو مزبوط الكلام؟ طبعا صديقتي، هن الاحجار فعليا هن كائنات حيه، نحن ما بنسميهم احجار كريمه، مجرد احجار. بالنهايه هن الاسانس او خلينا نقول الاكسير تبع الطبيعه اللي بيطلع بجبل معين بمنطقه طبيعيه معينه، فهو يعني هو رمز فعلا ل الحياة بتكاثفها الطبيعية والفطرية، فبيحمل موجات كتير عالية. بس خلينا نقول إن الأحجار فعلاً الطبيعية يعني مو الموجودة مثلاً تبع إنه ألوان لا فعلاً حجر طبيعي هو له ترددات، وحتى قيست مخبرياً هاي الترددات، فوجوده بمكان معين أو على شخص معين قريبة من شخص معين وخاصة الكريستال الصافي بأي بيت، ليش كانوا حتى من زمان تقليدي يحطوا تحف الكريستال أو تريات الكريستال، ما كانت أبداً شغلة أو يحطوا الياقوت على تاج الملك وهذا الحكي. فكل واحد بيعطي نوع طاقة، هذا النوع الطاقة بده يأثر على الهالة، بيأثر على الحضور، بيأثر على طاقة المكان. الكريستال القديم اللي كان ينحط بالبيوت هو قادر انه يحمي طاقة البيت، يرفع طاقة المكان. وكثير ايامات بيكون اذا حدا لابس حجر كريم بيطق فجأة، فبيكون حمل عنه طاقة سلبية كثير، فهو فعليا حجر كريم لازم ننظفه. طلعت العين بالخاتم مثلا بتصير كثير، لانه هو فجأة معروفة هي الشغلات كيف بتصير. ففعليا دائما كل بيت شخص مثلا بيهتم بطاقة المكان تبع بيت دائما لازم يكون عنده كريستال كبير. الحجر الكريم الحقيقي مثل ما قلت يعني هي اهم نقطة مو القصص، كل ما كبر الحجم طبعا افضل كمان. كرمال هيك بيقولوا العين بتاخذ حقها من الحجر، هي لقينا لها السبب. طيب في كثير فوضى احيانا، انا عم اكد على موضوع الفوضى لانه عم شوف هالايام بالبيوت اللي عم فوتها فوضى بتوزيع العناصر الوظيفيه للفرش، فوضى البيت ماله مرتب خاصه بيوت الطلاب او الشباب العزابيه اللي ساكنين لحالهم، فوضى بالمطبخ بتلاقي مثلا، هذا كله بيعمل طاقة سلبية. يعني أنا بقول لما كنت طالب حس إنه ما عم بقدر أدرس فأقوم رتب البيت لقي رجعت حالي على الدراسة فورا. العلاقة كتير كتير. هلأ فعليا بالظاهر نحن بنشوف شغلات ما أنا مرتبة، بس بالباطن في عندك فوضى من نوع آخر هلأ بدنا نتطرق له بعلم طاقة المكان. بس في عندنا مقولة كتير مهمة بهذا العلم، انه كما في الداخل كذلك في الخارج. كما في الداخل لما يكون في عنا نحن من جوا هدوء داخلي ما رح نتحمل الصخب الخارجي، كمان لما يكون برا في هاي الفوضى رح ينتقل لشيء جواتي، ففعلا الشخص بيكونوا ضايجين. الاشكال الغير يعني المانا مطويه الغير مرتبه كلها، حتى انكسارات القماش الغير مطويه عم تعطي نوع في ناس بيقولوا لك مخبايه بالخزانه، الامور القديمه حتى الاساس اللي بيكون شكله جميل لكن ليس له استخدام لازم كل فتره وفتره ننفض عنه غبره نحركه شوي لانه بصير يعطي طاقه سلبيه. اذا في كثره اساس بيعمل طاقه سلبيه، كثره الوان او فوضى بصريه، في عندنا موضوع الالوان هلا اذا تطرقنا له بنحكي عن الالوان البارده والالوان الحاميه كمان بتعمل. في عندنا فوضى ثانيه اللي هي فوضى العناصر. في عندنا نحن خمس عناصر، احنا قاعدين بهي الغرفة في عنا عنصر الخشب، عنا عنصر المي، عنا عنصر المعدن، وعنا عنصر الهواء. هدول العناصر الأربعة أحيانا في عنصرين بنسميهم بعلم طاقة المكان أو الفينغ شوي هو عناصر إفناء، إنه مثلا ما فيك تحط شمعة حتى حوض سمك، هو فعليا انت ما انك مشعل الشمعه دائما، بس عنصر النار حد عنصر المي عم يعطي طاقه فناء بالمكان، وبالتالي ما رح يعطي اريحيات. بدك تعطي دائما مثلا عنصر الشجره او بيقولوا له عنصر المعدن او التراب بنحطه حد عنصر المي، مثل الزريعه بنحطها حد حوض السمك.
تلقائيا حنحس انه احسن، فهي الفوضى اللي ما بنشوفها بس هي فعلا فوضى ما لها مدروسه كانت وبتاثر فورا على طاقه الانسان اذا ما لنا خلونا نرتب بيتنا، خلونا حتى لو درج ويكون عندنا بس اطلاع صغير على طاقه المكان لانه فعلا ترتيب العناصر كثير منيح لانه حتى بيعمل امراض موضوع طاقه الافناء طاقه الافناء حد بعضها. ذكرتي موضوع الالوان قديش مهم، في ناس ممكن تعدي معهم يقول لك يعني انا برتاح باللون الاسود، تفوتي على بيته وعن جد يكون ممكن عامل الجدران لون اسود، تقومت الكنبايات اسود، فيمكن في ناس تقول كثير مغم، بس هو بالنسبه له بيكون مبسوط مرتاح. موضوع الالوان يختلف من شخص طبعا لاخر تاثيره يعني طبعا. هلا فعليا كل انسان هو نفسه لون بتردد معين، فبيتموج مع لون معين بحس حاله بينسجم معه، فبيكون في نوع من الدعم تمام. ففي اشخاص معينين فعلا في الوان بتدعمهم يمكن ما تدعم الاخر، في الوان بتعمل له النفور لانه بيكون في تنافر طاقي بينه وبين هذا اللون، لانه ما يحمل هذا اللون مثلا اذا شخص هادي من جوا كثير ما بيتحمل الالوان الناريه وما بيقدر يقعد بغرفه. حتى بعلم النفس بالسجون الخطره شو صاروا يدهنوا الحيطان؟ يدهنوا اللون لا وكمان مو بس الرمادي، في الازرق والرمادي واللون البينك الزهري، صاروا يشوفوه السجناء انه اهانه، ليش عم هذا اللون مثلا؟ لا هو بعلم النفس بيعطي نوع، حتى انت شو ما كانت طاقتك بيعطي نوع من الهدوء والسلام النفسي تمام. او انه ما بيكون عندهم رغبه بالعنف تمام. طيب بدي استشيرك بشغله، هلا انا من الناس اللي بحس اذا لبست بني او عسلي بتضايق، شو دلالات هذا الموضوع؟ البني والعسلي هلا اما عندك رابط باللاوعي مو ما عندك اريحيه مع هذا اللون وبشكل عام البني والعسلي هو لون مغلق، وانا بشوفك شخص يعني منفتح بالحياه فاللون المغلق وكمان الالوان مثل الرمادي البني والاسود يعني بيحبسوا الطاقه بيمتصوها بياخذوها وبيقعدوها، ففي اشخاص اللي بيحبوا التغيير كذا ما بيتحملوا هذا الشيء بحسوا انه دائما في شيء بده يتغير تجديد يعني طيب. نوع من التجديد. ختاما لو نعطي نصائح لكل حدا حابب يجدد ببيته يغير بطاقه المكان بس امكانياته الماديه ضعيفه، شو بتنصحي؟ كم سطل دهان ويلونون ونبلش مبدئيا مثلا في عندنا غرفه القعده لانه هي غرفه نحن بهمنا يكون فيها نشاط وحيويه ما يكون فيها خمول، فينا الوان الاورنج الالوان البرتقالي كمان بيعطي نوع من الحماس بالحياه، المطبخ دائما بنحاول نخليه لون احمر هو بيفتح الشهيه بطريقه ما، وفي عندنا كمان الوان الاصفر اذا اي حدا عنده اضطراب خليني اقول مشاكل انفعالية فهو بيزبط الانفعال بيزبط المواضيع العاطفية بيوازن عاطفيا لون أصفر الليموني مش الضايج، هم نحكي عن الألوان الحارة الأحمر البرتقالي والأصفر. أما بالنسبة للألوان الباردة فهي لغرف النوم مثل البنفسجي الأخضر والأزرق، هدول كتير مهمين حتى بالحمام مهم كتير يكون أزرق مثلا مشان كل مكان فعلا نمارس النشاط اللي بيشبهه فيه ولونه فعلا تمام. يعني هيك الأفكار عن جد حلوة وبنرجع بنقول هذا علم بحد ذاته، يعني احنا ما عم نحكي عن شغلات تعتبر يعني هيك كمالية أو رفاهية، لا هذا الشيء بيأثر بكل حدا فينا ومهم انه نحن نعرف تفاصيله. شكرا كثير لوجودك معنا، شكرا لكم، اهلا وسهلا فيك، شكرا دائما ينعاد عليك يا رب، شكرا يا رب.